أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم. لقاء جديد يجمعنا هذه المرة مع شخصية أخرى من شخصيات مدينة سوسة، بزين، مرتبة بزين. اللي يقول بزين يقول صحفة الدرع. بعد ما تحدثنا مع مسالم شالا ليبانيز، المرة هذه مع بزين. خليكم معنا في هذا التقرير. الحانوت هنا عجبنا سيترون، عجبنا المرتبات تاعها وكل شيء، وهي بالذات ديما كل ما تجينا هنا لازم الجول هنا، ديما تجينا تاخذ سيترون وتاخذ كيك تروح به معاه. والله بالنسبه لصحفه الدراع ما تقدمت ذوقه في السوسه بصفه عامه ما تلقاش ما خير منها. هذه حاجه. اثنين معناتها هما الميدان هذا مش حاجه جديده علينا. اني ملي تخلقت تو عمري 56 سنه، ملي تخلقت نعرف بوهم الله يرحمه. صدق بالزين هو اللي كان عنده الباتيسيري في البلاد العربي، وهو الوحيد تنجم تقول في سوسة عنده باتيسيري يصنع في الدراع ما لازم فطور الصباح، واختصاصي في الرزاطة زاد كان قبل ولانيس، قاعدة مداومة إلى يومنا هذا. خلفوها أولاده في البلاد العربي مازال، وهذا بون حل بعد معناتها هذا عنده يمكن 20 سنة الحانوت، معناتها مش حاجة جديدة. بزين هو تاريخ، معناها حانوت قديم برشا، معناها الحلو نتاعو نلقاو فيه رواحنا، معناها الاصاله نتاعنا سيرتو قبل، معناها هو حانوت قديم برشا والحلو نتاعو معناها يرتكز على الحاجات العربي، نستعملوها في عروساتنا في افراحنا. اللي يتميز بال كي نقولوا درع درع، معناها فماش الغشه وبنظافه وبالثقه، معناها كيف تاكل حاجه انت متاكد اللي هي نظيفه، ومعناها الماتير بريمير نتاعها صحيحه، ماهيش معناها مخلطه بحتى شيء. لي برودوي اذا كان حاجه باللوز باللوز، اذا كان حاجه بال كل شيء، معناها اللي يبدا المواصفات هي يحافظ عليها، فهمت؟ ليجين، معناها ليجين كله معناها ليه به، هذاك هو علاش ناجح والحمد لله. معناتها حانوت قديم برشا، نرجع نقول لك اللي هو معناها من القرن 19، فهمت؟ بالثقة هذه، فهمت؟ كسب لك الليونات نتاعو وحافظ عليهم. مرحبا بك. وبيك يا عشك. توا انت ولد سي بزين الله يرحمه، المرحوم بزين الاب، باش تحكي لنا شويه على التاريخ نتاع الصنعه نتاعكم هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. اني ثالث ولد من ولاد صادق بزين الله يرحمه. الولد تعلم الصنعة هذه عن جده، كان في بلاد العربي في الربع حانوت بتاع جده هكايا. جدنا هو عثمان بالزين اللي هو أب الوالد بتاعي صادق بالزين، هو اللي علمه الحلويات. التاريخ بتاعه تقريبا كان باش نحسبه للوالد تجم تقول من عام 1880، معناها تكون موجودة المرتبات هذوما بالزين من عام 1880. جدي هو اللي عملها. والله كان عنده الدراع هذا اللي نعملوه في الشتاء، وفي الصيف يتبدل الدراع يولي سيترون وروزاتا طاسة وبرج كنا نقولوا قبل بالثلج وبالواحد. يعني صحفة الدراع كانت من البدايات. من البدايات هي والسيترون والروزاتا كان هكوما معناها الباز نتاع الحانوت نتاعنا كان في بلاد العربية. هذوما اللي موجودين واللي خذاهم الوالد نتاعي الله يرحمه. قداش قعد والدك مع جدك؟ والله أنا ما نذكرش التاريخ بالكدا، أما نصور صغره كل كي قعد معاه. مثلا أنا قعدت مع الوالد، أنا خلاني عمري 16 سنة تقريبا، ولكن من الصغر ملي احنا صغار واحنا معاه في الدب ونخدموا في الحانوت. البدايات نتاع بزين الحانوت الدكان بالضبط وين كان؟ اللي موجود توا في الربع هكا هو الاصلي اللي هو ورثه الوالد على ابوه، زادوا حانوت اخر صغير كان بجنبه خذاه الوالد الله يرحمه،
هذا هو هكا هو اللي موجود اللي في الربع. شنو السر في باش يولي بالزين علامة في سوسة؟ والله هو سر التوفيق من الله، هذه أول حاجة. والوالد الله يرحمه كان ديما يوصينا بحاجتين، راهو النظافة والإتقان في العمل وعدم الغشة. معناها بيقول لك كي تحط لوز لوز، كي تحط فزدق فزدق، معناها ما نحاولوش باش نغشوا هكا ولا هكا. تو نحس على حسب ما شفنا مع بعض الأخيين اللي خديناهم المستهلكين واللي مقبلين اللي يجيوا للمرتبات متاعكم، فما أعجاب شديد بالدرع. يبدو أنه صحفة الدرع يعني صحفة سحرية كأكلة يعني صباحية، العباد يحب ذهب لكذا بلكذا، ونشوفوا أقبال كبيرة على صحفة الدرع في الصباح. أي هي سحرية بالحق، معناها أنه هي مكوناتها درع، نزيدوها شوية وفاح معناها من قرفة وسكنجبير ونحطوا لها اللوز زادة، وكي حسب الذوق بتاع الإنسان كان نحطوا له السكر والججلان والهريسة زادة هذية واللوز هكا حسب ذوقهم. وكي علاش بنينا أنها كما قلت لك راه هو الإتقان في خدمتها ونظافتها وكل شيء، والله الحمد هكا هو اللي جاب لنا العلامة هكية نتاع بالزين. هذا شنو دينا هنا عام 83 تقريبا في المحل هذايا، كانت هنا اللي هي تحلت شوية على بلاد العربي كما إن شاء الله كما احنا ولاد بالزين، معناها كنا معناها والله الحمد متماسكين وحافظنا عليها وداومنا عليها. تو الوالد توفى عنده تقريبا 35 سنة والله الحمد هو شادين هكا، نتمنى أن أولادنا يقعدوا في النسق هذا إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، هكذا ينتهي هذا اللقاء، سر بسيط جدا اللي بين اسم والبقاء في تاريخ، الثقة والإخلاص في العمل. إلى اللقاء.